أول ما قالوا لي عنا للقصة أنا كتير حبيت، لأنه أنا كتير بحب العيلة، بحب الولاد، بحب يعني أحس بي، لأنه الولد بيعطيك إمار غير بالحياة عن جد. يعني أنا من أم بس بحس بهالشي لما أشوف ولاد رفقاتي ولاد ناس من العيلة، فكيف إذا عن جد عم تحسي فيه وكيف إذا كنت أنا الأم البديلة؟ هونيك المشكلة كبيرة. ودي ما كانتش مشكلة بالنسبة لي إنها تقبل المشاركة بدور نيفين الأم البديلة في المسلسل، بالرغم من جرأة الموضوع واللي بيتم معالجته لأول مرة في الدراما العربية. كنت حتى إلي لأنه أول مرة بحس بهول المشاعر اللي والفيلينجز اللي ولا مرة حسيت فيهم، يعني ببلشوا ينمو جواتك حتى لو منه طفل حقيقي أو بطن حقيقي، بس بلا ما تنتبهي وبلا شعور وأكيد بالتمثيل بتحس بمشاعر حلوة جديدة بطريقة مشيتك بطريقة قعدتك، وبلا ما انتبه بصير كل الوقت عم حلمس على بطني حتى ايدي ورا ظهري وماشية. لما نختار طريق ونمشي فيها وما نكون عارفين إذا صح أو غلط، منكون خايفين كتير، روحنا بتكون معلقة بخيط كتير رفيع ومنخاف إنه ينقطع. وليا بتجمعها قصة حب بألكسندر علوم اللي بيلعب دور خالد الورقي في العمل. خالد إنسان كتير طموح، كتير واعي، ذكي، بزنس مان، عايش حياته لأهله. الوقت الوحيد اللي نشوف خالد يعيش حياته لنفسه لما يلتقي بالأم البديلة اللي هي نيفين، فبعدين يعني شوية شوية يبدي علاقة بياها، بعدين يعني من وراء ظهر أهله يقوم يحبها، وبعدين شوية شوية يقوم يوقف ضد أهله. ينتصر الحب النهاية؟ أي أكيد أكيد، الحب دائما. أصعب شيء الحياة تخليك بين خيارين، ضايع بين عقلك وبين قلبك، باوع يسار باوع يمين، ما تعرف وين تروح. ولكن الحب ده هيشكل مشكلة لعائلة الورقي اللي بيتطلب تدخل والد خالد واللي بيلعب دوره عادل عباس بشخصية مركبة. دوري هي الأب الغامض، الأب ما مفهوم شنو هذا الأب، هل هو أب أبو بيت يحب أولاده، قائم بدور الأب بشكل صحيح أو لا. في جانب الإنسان يكون جانب مظلم وجانب مضيء، جانب المظلم يخفي أشياء كثيرة، فراح يكشف هواي أشياء للعائلة ومو بس العائلة وحتى المقربين إليه، راح يطلع ما هو هذا الإنسان، شنو هذا، شنو كينونته، من إيش متكون، هل هو إنسان طيب، هل هو إنسان سيء. أنا نبيل الورقي، كل الناس تحترمني وتخاف مني وتهابني. والشخصية الغامضة للأب بيقابلها كاركتر صارم للأم اللي بتلعب دورها هند كامل. ربت هذا البيت الأم والزوجة الحامية لأولادها ولعائلتها، ما تبخل بوسيلة مهما كانت في سبيل حماية عائلتها أو في سبيل تحقيق غايات لاستمرار اسم العائلة، لكن يعني كل الوسائل اللي تعتمدها مهما كانت فيها صرامة أو قسوة بس هي تبقى بعيدة عن الشر أو بعيدة عن الأذى. بس بالنتيجة العمل يعني راح يطرح كثير مفاهيم، راح يطرح كثير من المثل والقيم الأخلاقية. إحنا البشر ما نقدر نقاوم رغبتنا بالاستمرار، مستعدين نسوي أي شيء لحقق لنا أهدافنا. وبسبب القيم بيعيش أسعد رجدان صراع كوالد نيفين بين أنه يقبل تكون بنته الأم البديلة ولا لا. صراع ولا إيش؟ لأنه أنا بشتغل عند الناس اللي هي بتأخذ ابنهم لتعمل له صابة ولد. وأنا بحبهم كتير جميعا، واللي كل حياتي بشتغل معهم ووسق فيهم ومستقتل كرمالهم، صرت بين شيء وفين، ما بدي زعلهم ولو بدي بنتي تفوت بهاي اللعبة. لما ما نقدر نحافظ على الأمانة يخلق جواتنا وجع من نوع تاني، بس لما القصة بتدق بالكرامة ما في يضل واقف وعم تفرش. واللعبة بتدخل فيها مروة ناجي اللي بتخوض لأول مرة تجربة التمثيل، وهي بتقدم دور زينة الزوجة الأولى لخالد. دور كلش حلو، أقدر أسمي هاي أو أنطي صفة المجنونة لهاي الشخصية، لأن هي شخصية كلش interesting، شخصية ذكية بس بنفس الوقت تقودها خالتها لأشياء وتحاول أنه تلعب بمخها شوية، فيسوون شوية مغامرات ومصايب مع بعض. رح يتونس المشاهد أعتقد لما يشوف هاي الأشياء. بس تقودك خالتك لأعمال معينة، رح تكوني أنت الشخصية مثلا الشريرة أو لا المنيحة
شنو رأيك؟ شنو رأيك أنت؟ الشريرة بالضبط، راح أكون شوية شريرة، راح يحس المشاهد أنه هو يتعاطف ويا زينة شوية، بس بعدين راح يحس أنه شو تسوي زينة ليش هيجي؟ ما أعرف إذا كانت ظالمة أو مظلومة. وخالد زينة في المسلسل بتلعب دورها جمانة كريم اللي تمنت من الجمهور إنه ما يحكمش عليها. الخالة دائما تكون عندنا محبة مثل الأم، فدائما تحاول تدافع عنها، فكل المشاكل اللي راح تكون بالعمل اللي ممكن هي تأثر على شخصية زينة دائما تلقين الخالة هي اللي توقف يعني دائما اللي تصد الأذى. وكمان من الشخصيات الشريرة في المسلسل شخصية فتحي اللي بيجسد كاركتيره إليمتري، جانجستر تاجر تحف مهرب تحف. He's the bad guy، بس مش انه الباد جاي تبع، لا، حدا لذيذ يعني، لانه هو ايش كل العالم برغش، سو بيلعب معهم، هي انجويز انه يلعب مع ضحايا.